عليكم. من هو أول من وضع التاريخ الهجري؟ في البدايات نبدأ بالتعريف بالتاريخ الهجري. تأسس التقويم الهجري على الأشهر العربية التي كانت معروفة من قبل، ولكن بداية عد التاريخ الهجري عند المسلمين كان عند هجرة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. وتعد الهجرة النبوية من الأحداث الأهم في تاريخ الإسلام، إذ أنها بداية العصر الجديد للدولة المبنية على التسامح والرحمة والمودة. وقد كان أول أيام التقويم الهجري هو اليوم الأول من شهر محرم من العام الأول الهجري، الموافق للسادس عشر من شهر يوليو من العام 622 من السنة الميلادية. ولقد بدأت قصة التاريخ الهجري في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك عندما كتب إليه أبو موسى رضي الله عنه كتابا قال فيه: يأتين منك كتب ليس لها تاريخ. فجمع عمر الناس فقال بعضهم: أرخ بالمبعث، أي مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال: أرخ بالهجرة. فقال عمر: الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فأرخوا بها. وكان ذلك في السنة السابعة عشر. فلما اتفقوا قال بعضهم: ابدأوا برمضان. فقال عمر: بل بالمحرم، فإنه منصرف الناس من حجهم. فاتفقوا على ذلك. وروي أيضا أن رجلا قدم من اليمن فقال: رأيت باليمن شيئا يسمونه التاريخ، يكتبونه من عام كذا وشهر كذا. فقال عمر: هذا حسن، فأرخوا. فلما جاء على ذلك قال قوم: أرخوا للمولد. وقال قائل: للمبعث. وقال قائل: من حين خرج مهاجرا. وقال قائل: من حين توفى. فقال عمر: أرخوا من خروجه من مكة إلى المدينة. ثم قال: بأي شهر نبدأ؟ فقال قوم: من رجب. وقال قائل: من رمضان. فقال عثمان رضي الله عنه: أرخوا بالمحرم، فإنه شهر حرام، وهو أول السنة ومنصرف الناس من الحج. وتكمن أهمية التاريخ الهجري في ارتباطه بالفرائض التي فرضها الله تعالى على المسلمين. فمثلا يصوم المسلمون في الشهر التاسع من العام الهجري، وهو شهر رمضان المبارك، وسمي بهذا الاسم بسبب انتشار الحر وشدة أشعة الشمس فيه. وصوم رمضان المبارك فرض على كل مسلم قادر على الصوم. أما الفريضة الثانية فهي فريضة الحج، والتي فرضها الله تعالى في شهر ذي الحجة، حيث يحج المسلم جميعهم إلى بيت الله تعالى الحرام في هذا الشهر. أما أعياد المسلمين فهناك عيدان: الأول في الأول من شهر شوال، ويأتي بعد انقضاء شهر رمضان المبارك. أما الثاني فهو في شهر ذي الحجة، ويكون بعد التاسع من ذي الحجة، أي بعد الوقوف بعرفة. وترتيب أشهر التقويم الحجري كما يأتي: محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأولى، جماد الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وأخيرا ذو الحجة. واتفق المسلمون بعد المشورة على بدء تاريخ الإسلام من السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وجعلوا أول السنة الهجرية اليوم الأول من شهر محرم، وذلك لأنه أول شهور العرب، ولأنه موعد رجوع الحج، ويرتبط تاريخ الهجري لدى المسلمين بالفرائض والمناسبات الدينية مثل الصوم والحج والأعياد. فأول من وضع تاريخ الهجري هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه.